استاذ عمر، عايز اسالك بقى، مين مثلك الاعلى او قدوتك في عالم الانشاد الديني؟ طبعا اساتذتنا العظام رحمه الله عليهم، سيدنا الشيخ النقشبندي رحمه الله عليه، سيدنا الشيخ محمد عمران، سيدنا الشيخ طه الفاشني، الشيخ محمد الطوخي. دول اكثر مدارس يعني تراثها ما زال باقي ومستمر، ودول اكثر ناس يعني هم اللي كانوا فتحوا الطريق للمجال ده يعني، ولذلك تراثهم مالي التلفزيون المصري والإذاعة المصرية، لا تخلو نفحاتهم وأعمالهم الطيبة في مثل هذه الذكريات طيب يعني. طيب استاذ فوزي بقى، عايز اعرف من حضرتك الاول دراستك كانت ايه؟ أنا دراستي كنت طبعا دراستي أزهري منذ الصغر، ودرست التحقت بجامعة الأزهر كلية الدعوة الإسلامية القاهرة. طيب عايز اعرف بقى، المنشد الديني لازم يعني حضرتك اتكلمت عن الموهبه، وجود الموهبه طبعا لازم يثقل الموهبه دي، تمام. بس هل في دراسه معينه او تدريبات معينه لازم يمر بيها عشان يدخل المجال ده؟ هو زي ما قلت لحضرتك، لو موهبته قوية لازم يدعمها. احنا لازم المنشد يسمع كل يوم ما لا يقل عن نص ساعة، ده اذا قلنا ان هو مهمل في نفسه شوية، لكن كتر السمع بيثقل الموهبة بشكل غريب جدا. ليه؟ الودن عليها عامل كبير جدا جدا في اللي انت بتقوله يعني. انت حاجة سمعتها كتير خلاص، طبعا دماغك حفظها، فبتقولها بسلاسة مرة واثنين وثلاثة لحد ما تبقى متمكن. وإن كانت حتى من التراث، الناس بتسمعك بتفكرهم، بيحس مثلا لو أنت بتقول حاجة لسيدنا النقشبندي بتحسس المستمع إن سيدنا النقشبندي ما ماتش يعني، موجود. فالسمع هو يعني زي ما بيقولوا كده أم الموهبة، لازم تسمع كتير. بعد كده طبعا انت من خلال سمعك ممكن تثقل دراستك بالمقامات الموسيقية عن طريق سمع الناس المخضرمين. مثال سيدنا الشيخ عمران، موسوعة يعني موسوعة كبيرة جدا من المقامات، ويمكن مما أسر عنه انه راح للموسيقار محمد عبد الوهاب علشان يدرس مقامات، فقال له سمعني. فلما سمعه الموسيقار محمد عبد الوهاب اتجنن، فقال له انت جاي بنفسك كمانجا يعني، حاجه آلة شغاله يعني ما شاء الله. فما قال له انا اللي هتعلم منك يعني، مش تمام. او انك تروح مثلا مدرسه الانشاد عامله فصول تقويه للمقامات وكده بقياده المستر الاستاذ مصطفى النجدي، او للناس الكبار بقى الدكاتره في علم النغم والموسيقى، تمام، انك تروح يعني خصيصا تدرس وتتعلم على ايديهم.